عندما نزل عليه الوحي انقلبت الأحوال على النبي صلى الله عليه وسلم، عاداه أقرب الناس إليه، أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، شجوا رأسه، كسروا رباعيته، حرصوا على قتله، مثلوا بالصحابة رضوان الله عليهم، صنعوا وصنعوا وصنعوا، ومع هذا يقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. لقد جاءكم، أي والله لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أي من البشر، عزيز عليه ما عنتم، أي يشق عليه ما يشق عليكم، حريص عليكم أي على هدايتكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. نعم،